اول طبعا اولا مبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله احنا تعبنا السنه دي، الفرقه كلها، الناس المصابين والناس الموجودين، كل الناس كانوا رجاله النهارده الماتش ده، والناس اللي كانت بره كانت برده موجودين مع الفرقه. فالحمد لله الف 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 مبروك لجمهور النادي الاهلي على الصور. مش انا بس اللي كنت كويس، الفرقه كلها كانت كويسه، كانت رجاله في الملعب. مستر جيزو كان الكابتن كوتش جيزو كان جاي لنا النهارده، الاربعه اللي ورا يبقى 100% النهارده دفاعيه، يعني اكتر حاجه النهارده دفاعيه، جت واحده تهاجم جت ما جاتش، خلاص انت واقف مامن 100% دفاعيا كويس.